بالنسبه لهاد الزياده اللي كاينه ديال البوطه، راه الدخل الفردي ديال الشخص راه ما يقدرش عليها، حيت كل عام كيتزاد ب 10 دراهم، كل عام كيتزاد ب 10 دراهم، ودابا راه دخلها تقريبا في 70 درهم. هو راه ما يمكنش، راه الدخل الفردي ديال الناس، واصلا الاغلبيه الناس بسطاء، والناس يعني ما من ناحيه سميك ما كاينش، كاين اللي كيتخلص غير تقريبا بحال 1000 درهم 1500، وراه ما يمكنش. وكاينه العائله فيها 5 الافراد 6 الافراد 7 الافراد، راه ما يمكنش. والبوطه راكم عارفين راه تقريبا كتستعمل كل شهر كل 15 يوم، يعني كل 15 يوم خاصها 70 درهم، راه ما يمكنش، راه هذا الشيء بزاف بزاف. وما كيخدمش يومين، اييه، وكاينين الناس اصلا ما كيخدموش بحال قلتي يومين، وما كاينين اللي ما كيخدموا واحد النهار نهاريا نهار لا، يعني بحال هذا كيفاش غيدير؟ وكاينين يعني بزاف، حتى لنفترض حتى العائلات المتوسطه ولا هذا، راه حتى هما راه غيجيهم هذا الشيء كثير، حيت راه البوطه راه شي حاجه اللي كتستعمل شاك جوغ يوميا، ماشي شي حاجه اللي كتستعمل فين وفين، يعني راه هذا الشيء بزاف. انا حنا كان الزيادات الاخرين اللي كاين في المواد، بلا الزيادات الاخرين بطبيعه الحال اللي كاينين في بلا في المواد الاخرين وهذا، يعني حنا رافضين هذه الزيادات بصفه عامه، وكنرفضها انا بصفه شخصيه، حيت اصلا الناس راه المغرب ككل الى شتيه راه الناس غير متوسطين الدخل اللي كاينين، وشكون اللي كياكل الدق؟ متوسطين الدخل هاد الاسر، وهاد الاسر بالضبط راه كتلقاهم كيكونوا 5 الافراد حتى 6 الافراد ضروري، تتلقى عائله بحال هكا، يعني بحال البوطه دابا يستعملها الشوفو، يستعملها مثلا لا كويزين، يستعملها لشلا حوايج، ايوا راه هادي راه غتسالي في نهارها ولا غتسالي في 3 ايام، ايوا راه يعني كل 3 ايام خاصها 70 درهم، كل 3 ايام خاصها 70 درهم، وراه بزاف. حنا كنطالبوا الحكومه باش دير التعديل لهاد السيادات، حيت الناس راه ما يمكنش غيقبلوا بهاد الشيء، راه هاد الشيء غيخلق واحد الاحتقان ما بين الشعب، وزياده في هاد الماده، وزياده في ماده اخرى وماده اخرى، راه غيولي شي حاجه اخرى لي باش غيعيش الدريوش. الدريوش راه ما عندوش باش يعيش، كنا كنقولوا المغرب هو صراحه غيعيش بنادم كيما هاد المقوله كنقولوها حنا، غيعيش بنادم باش ما كان، ولكن دابا حاليا راه ولات من المستحيلات، وقيله من هنا للقدام غيولي هذا الشيء من المستحيلات باش بنادم يعيش باش ما كان، مع انه راه المغرب راه معروف بالتكافل ديالو، معروف بانه راه الناس بيناتهم راه كيتكافلوا، ولكن راه الا تضرر هذا وتضرر هذا وتضرر الاخر، فين غيكون شي تكافل؟ راه ما يمكنش باش يتكافلوا، ما يمكنش، حيت كنا ديك الساعه مثلا بحال الخبز بحال هذا كتقول مثلا عندي بالزايد نعطي الاخر، بحال البوطه كي غدير ليها؟ راه ما يمكنش، كاينين شي مواد ما يمكنش تعد بهم ولا بحال هكا يكون فيهم التكافل، يعني من الاحسن انا كنشوف بصفه شخصيه هاد الزيادات، راه انا كنقول من هنا للقدام غيخلقوا واحد هذا في الشارع المغربي، راه الناس غيصبروا حتى لواحد الوقت راه غينفجروا، راه ما يمكنش هذا الشيء بزاف. نعم، الرسالة ديالك اليوم للحكومة؟ الرسالة ديالي للحكومة أنه أصلا هما كيقولوا هاد الزيادات راه ماشي جاية من عندنا بالضبط، من حيت كاينين زيادات جايبهم شي حوايج أخرين على برا، هما اللي جايبين هاد الزيادات باش يكونوا، ولكن لا، أنا الرسالة ديالي باش يشوفوا الدخل الفردي يزيدوا فيه، باش الناس يقدروا على هاد الزيادات يزيدوا حتى هما. واه السميك بعض الخطرات راه كاين اللي كيتخلص دابا حاليا، كاين اللي كيتخلص غير 1000 درهم، كاين اللي كيتخلص غير قل، هو بهذا الشيء اش غيدير؟ راه ما يمكنش، وكاريين وتابعينهم مصاريف، وكاين عندهم كاين العائلات اللي فيهم شحال من فرد، يعني خصهم يزيدوا بعدا في الدخل الفردي ديال الشخص باش دوك الزيادات بعدا على الاقل يبلعوها كما كيقولوا تصرت ليهم. إما ما حد الدخل الفردي هابط راه هذا الشيء ما يمكنش. زيادات اخرين في المواد. وهذا الشيء اللي شفت انا هو بانه راه جايين زيادات اخرين في مواد اخرين، يعني راه وبان لي انا هذا الشيء تزاد بخطره وحده، حيت شفت انايا هذاك المرسوم اللي تلاح بانه راه تزاد في الماء والضوء، وتزاد للناس اللي كيخدموا في النقل العمومي والنقل السياحي، والمهم شلا حوايج
ابار حتى هذا المجال ديال الخدمات راه تزاد فيه. يعني راه اما المازوت يلا راه ما نهضروش عليه، مازوت راه عامين هادي تقريبا راه بزاف، راه داروا فيه كيما بغاو. بدينا كنشكيو كنشكيو حتى ما بقاش الشخص المواطن كيشكي كيتشكى، ولكن راه هذا الشيء الا تزادوا مع حوايج اخرين، حيت بحال دابا البوطه راه بحال قلتي من المواد الاساسيه، البوطه والسكر والزيت، راه هادو الا تزادوا راه مشكله. انا بعدا انا كنشوف الرؤيه ديالي بان هادي حيت هما اساسيين راه مشكله من هنا للقدام صراحه. صراحه حدك غير في الزياده دي ماشي حاجه انا ما شفتهاش. انا بعدا واحد القضيه اللي شفت في هادشي ديال الزلزال راه ما انا اللي شفت هادو ديال الحكومه، وهذا راه ما مشاش حتى واحد عندهم، ما زارهم حتى واحد، ما مشى عندهم حتى واحد، ما شافهم حتى واحد. انا هادشي اللي شفت يعني حدكين غير في هاد الزيادات وفي هادشي، اما شي حاجه اخرى ما بانتش ليا ما عرفتش. وشكرا بزاف صراحه. والله ما فهمت واش كل عام كتكون زيادات ولا الثمن الحالي غير مناسب للدروش اصلا. خلي لا زادوا دابا ديك 10 دراهم اللي كيقولوا مسكين فيه غيمشي. شنو كل راه داكشي اللي قلت لك كل عام كتكون زياده، الدروش فين غادي يمشي؟ في شنو هاد القدره الشرائيه ديالو فين غادي توصل؟ كيخدموا ب 60 70 خاص يكون في الزيادات في الاجور ماشي في المواد الغذائيه ولا المواد الاساسيه. اذا كان زياده في المواد الاساسيه يكون زياده في الاجور، المسكين ولا البوفري يشوفوا لي حل. اما الزياده كل عام كل عام كل عام راه الناس الاخرين راه ما كيحسوش بها، اما الدريوش هو اللي كيحس بها فقط. زياده كتكون غير على الدريوش ما على الناس الاخرى ما كتكونش زياده عليهم نهائيا. الدروش صعيب يعيش في الدروش ليه الله ليه الله. انت كشاب كيفاش كتعيش مع هاد الزياده؟ كنعيش كما كيعيش الدروش، كنحاول نتاقلم مع الوضع. اما شي حل اخر من غير هذاك راه ما كاينش، حيت كما قلت لك راه ما كاينش زياده في الاجور، كاين زياده غير في المواد الاساسيه لا اقل ولا اكثر. دونك شنو يكون عليك دير؟ ماشي ديك الله وفقط كتحاول انك تتاقلم مع الوضع. رسالتي لهاد الناس اللي كيديروا هاد الزيادات، اتقوا الله في الشعب البسيط. كنا ما كنهضرش على الشعب كامل، حيت الشعب كامل فيه وفيه، في الشعب ديالنا فيه طبقات، وانا كنهضر على الطبقه الضعيفه والمتوسطه، حيت هاد الناس هادو هما اللي كيحسوا بالزيادات، اما الناس الاخرى ما كيحسوش بها.